نسخة جديدة من أدوب بريمير. إيه الجديد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مدحت كوتر. طبعا قائمة اتعلم ميديا بنتكلم فيها دايما عن كل ما يخص عالم الميديا، وتبقى قائمة كده خاصة بالناس اللي حابة تدخل في مجال الميديا، الناس اليوتيوبرز، الناس اللي هي بتحاول تشتغل في مجال المونتاج، بتحاول انها تعتمد على نفسها في مونتاج حلقاتها لليوتيوب، بتعمل فيديوهات لنفسها شخصية. كل ده بنتكلم فيه في قائمة اتعلم ميديا، هتلاقيها دايما موجودة هنا في علامة الاي اللي بتظهر فوق، تدخل فيها هتلاقي كل ما يخص عالم الميديا اللي اتكلمنا فيه في القناة هنا. المرة دي معانا نسخة جديدة من برنامج أدوب بريمير الخاص بالمونتاج، واللي اتكلمنا عنه في حلقة قبل كده هتلاقي في علامة الاي الموجودة فوق، عملنا عنه حلقة ازاي تعمل فيديو تتعلم المونتاج في ساعة واحدة بس، هتلاقيها فوق فتقدر تبص عليها تدي بصة كده عليها. لكن المرة دي احنا معانا نسخة هنا جديدة، نسخة 2020 بتاعت اخر السنة كده، اللي بتبقى فيها بعض المميزات قبل ما تنزل نسخة 2021 السنة الجاية ان شاء الله. نسخة 2020 او بريمير برو 2020، النسخة دي نزلت ببعض المميزات الجديدة، واللي انا شايفها كانت بعض المميزات فيها كانت فعلا منتظرة، او ميزة فيها كانت مهمة جدا بالنسبة لي، وده اللي هنعرضه دلوقتي في القناة. فما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تشوف الحلقات اللي فاتت، وتستنى في الحلقات اللي جاية، وتابع معنا قائمة اتعلم ميديا، وتابع معنا فيسبوك وانستجرام تويتر، هتلاقيهم في اللينكات اللي موجودة في وصف الفيديو. طبعا برامج ادوبي كلها ايقوناتها اتغيرت، وده مخلي منظر الايقونات مختلف شويه، وبقى في لخبطه شويه. لكن لما نيجي نفتح البريمير، طبعا الشكل اللي بيفتح بيه البريمير اختلف عن النسخه اللي قبل كده، ودي بتختلف من كل نسخه لنسخه، يعني كل نسخه بتنزل تحديث بنسخه بشكل او بتصميم مختلف. الجديد في الادوب بريمير بعض الحاجات اللي هتحس بيها فعلا في استخدامك، وبعض الحاجات اللي مش هتحس بيها، زي مثلا دعم الـ HDR، وبعض التحسينات البسيطة في دعم الكاميرات الرو، الكاميرات الجديدة اللي لسه نازلة السنة دي. اهم ميزة انا مستفيد بيها، واهم ميزة انا بفضلها في النسخة الجديدة وكانت مميزة جدا بالنسبة لي، هي ميزة السنس ايديت، واللي هي السنس ايديت ديتكشن، اللي بتخلي لو انت عندك مقطع طويل، مقطع ساعة، يعني لو الناس اللي تفتكر كانت بتصور بالكاميرات بتاعت زمان اللي هي شرايط، او الكاميرات اللي بتبقى الفيديو كله على بعضه بيتسجل في فيديو واحد، ده كنت بتيجي تعمل مونتاج ليه فتقعد تقطع كتير جدا. يعني احنا عندنا هنا مثال دلوقتي، حلقة كبيرة جدا عايز تقطع منها لقطات معينة، التقطيع ده بتعمله في مدة طويلة، لكن هنا بعد ما فتحنا الخاصية دي اوتوماتيك البريمير اتعرف على كل لقطة لوحدها وقطعها لك، وخلى كل مشهد لوحده، فتقدر انت تدخل على طول على المشهد اللي انت عايزه تاخده وتستخدمه مباشرة من غير ما تحتاج ان انت تقطع من بداية المقطع بالظبط، ويعني تخلص يعني المقطع بعده ان واوت والكلام ده كله. فانت هو بيقطع لك المشهد كامل، يعني انت لو عندك دلوقتي حفله او اي حاجه متصوره ساعه ساعتين، فتقدر تقطعها اوتوماتيك. الميزه الثانيه وهي الاوتو ريفريم سيكونس، واللي بتخليها ان انت بعد ما بتضغط كليك يمين على السيكونس بتاعك وبتحجم حجم السيكونس بتاعك. الناس اللي هي بتشتغل فيديوهات وايد سكرين وبعد كده عايز ترفعها على انستجرام، بتواجه مشكله ان انت لازم تعمل تحجيم للفيديو وتقعد تتحرك من يمين لشمال. فدي الميزه دي بتبقى مميزه جدا في حته ان انت لو عايز تخلي الفيديو يشتغل على الانستجرام بنفس الابعاد، بفكره ان وشك يبقى في النص، الاوتوماتيك البريمير بيفهم الحاجه اللي انت مركز عليها في الفيديو وبيبدا يحجمها لك، ويبدا ان هو يحرك الفيديو يمين وشمال على حسب الحاجه اللي انت بتصورها، يعني اوتوماتيك من غير بقى ما تقعد تحرك يمين الفيديو وتحرك شمال، هو اوتوماتيك سواء كان سلور موشن او الديفولت بتاعه او الفاستر اللي هو الحركه نفسها، او حركه التنقل ما بين الفيديو او الحركه نفسها بتبقى بطيئه او سريعه، فهو اوتوماتيك بيفهم الحاجه اللي قدامه وبيبدا ان هو يجيبها يمين وشمال. ده مثال، يعني لو انت هو هنا شايف ان الحاجه الاساسيه في الفيديو هي المركب فهو محجمها. تحكمات جديده في الاسيشال جرافيكس، وبتضيف بيها بعض المميزات، ودي بتدي تحكم اكبر في التكست او الشيبس او الاشكال اللي انت بتعملها، اللي هي الاشكال الجاهزه اللي احنا عارفينها دايما في بريمير النسخ اللي قبل كده.
طبعا دعم غير دعم الكاميرات الجديده اللي لسه نازله السنه دي، ودي طبعا احنا ملناش دعوه بيها قوي بسبب يعني غير توفرها هنا في مصر او في الدول العربيه بشكل اصعب. لكن برضو من المميزات اللي مميزه جدا حته لو انت عندك دعم الجي بي يو مع البريمير وعندك جهاز شغال بجي بي يو كويس، وهنا دعم الريندر ان هو البروجكت بتاعك يبقى داعم ليه ان هو يرندر على الجي بي يو بشكل كامل، ما تحتاجش يبقى ما فيش حمل كبير على البروسيسور او الرامات، ويبدا تاخد قوه اداء اكبر في الاستخدام. ميزه تانية برضو وضافوها في البريمير هنا، وهي السيستم كومباتيبلتي ريبورت، واللي بتديك امكانيه انك تعرف لو في مشكله في جهازك لازم تصلحها او مش متوافقه مع البريمير النسخه ديت، بيبدا يقول لك انت لازم تحدث نسخه الدرايفر اللي عندك، او لو في مشكله مثلا في حاجه بيبدا يقول لك عليها. الميزه المهمه بقى واهم ميزه انا بستخدمها يوميا بقيت بعد التحديث ما نزل، اللي هي ميزه ان التعليق وتوطيه صوت المزيكا على حسب صوتك انت بشكل اوتوماتيك، من غير بقى ما تحتاج ان انت يعني كنت قبل كده لا الصوت واطي بتاع المزيكا، بتقابل بقى مشكله لو انت سامع المزيكا بصوت كويس عندك وتيجي تبعتها لعميل فيجي يقول لك ان صوت المزيكا عالي او صوت المزيكا قليل، لا هنا الميزه هنا ان هو بيحجم لك صوت المزيكا اوتوماتيك عن طريق الداكينج او اوتوماتيك داكينج اللي بتدي توازن ما بين صوت الشخص اللي بيتكلم وما بين المزيكا اللي في الباك جراوند، فبيوطي صوتها بحيث ان هو تبقى فيه الصوت واضح، صوتك انت واضح والمزيكا مش عاليه، وفي نفس الوقت المزيكا موجوده من غير ما تاثر على الصوت. فدي اهم ميزه انا عن نفسي بفضلها في نسخه البريمير الجديده. طبعا المميزات اللي هو جايبها لك في البدايه زي ميزه دعم ال HDR واللي هي خاصه بالكاميرات اللي بتصور بجوده HDR وال 10 بت ريت اللي هي بتصور بدرجات الوان اكبر، وكمان تحكم اكبر في اللوميتري كولر، مع يعني ما فيش انا ما حسيتش بيها بميزه مختلفه عن النسخ اللي قبل كده، لكن بيبقى دعم كمان ال 10 بت والكولر جريدنج يكون افضل على الكاميرات اللي بتدعم النوع ده من الكالرينج او كده، وكمان دعم كاميرات الروب بقى افضل مع الانواع الجديده من الكاميرات اللي لسه نازله. بعد ما خلصنا حلقتنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تشوف الحلقات اللي فاتت، وتستنانا في الحلقات اللي جايه وقول لنا رايك في الكومنتات لو في اي مشكله او حاجه واقفه معاك، وتابع معانا فيسبوك انستجرام تويتر هتلاقيهم في اللينكات الموجودين في وصف الفيديو. تابع معانا وقول لنا رايك في الكومنتات، لايك وشير للحلقه. سلام.